تكون بدايه المسابقه بالنسبه للنادي الاهلي. احنا عندنا مباراه سموحه بعد كده في الاسبوع الثاني، مباراه سموحه هي الاهلي وسموحه هتبقى المباراه بتاعه سموحه، يعني في الغالب هتبقى طبعا في الاسكندريه، الملاعب لسه كمان هتتحدد خلال الفتره اللي جايه. الاسبوع الثاني هيبقى عندنا الانتاج الحربي، الاهلي والانتاج الحربي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. ده الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني الاهلي والانتاج الحربي، الاسبوع الثالث اسوان والاهلي، الاسبوع الرابع اهلي وزمالك، الاسبوع الخامس مباراه صعبه جدا كمان مع الجونه في الجونه، والاسبوع السادس مباراه كمان هتبقى صعبه مع المصري البورسعيدي. الاسبوع السادس قلنا عليه طبعا مع المصري، الاسبوع السابع وادي دجله والاهلي، مباراه وادي دجله، الاسبوع الثامن الاهلي وحرس الحدود، الاسبوع التاسع الاسماعيلي والاهلي طبعا مباراه قمه ايضا، والاسبوع العاشر الاهلي والاتحاد السكندري، مباراه طبعا قمه، مباراه صعبه، اي مباراه جماهيريه تبقى مباريات صعبه. المقصه في ثوبه الجديد مع احمد حسام ميدو، ده لو طبعا المدربين فضلوا لحد الاسبوع ال 11 كده، نتمنى ان يبقى في استقرار في الانديه بالمناسبه. فالمقصه والاهلي هيبقى في الاسبوع ال 11، الاسبوع ال 12 الاهلي واف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، الاسبوع الثالث عشر الاهلي وطنطا، الاسبوع ال 14 المقاولين والاهلي، الاسبوع ال 15 الاهلي وانبي، وال 16 بيراميدز والاهلي، طبعا مباراه ايضا بتبقى مباريات كبيره، والاسبوع السابع عشر الاهلي وطلائع الجيش. الاهلي هيختم الدور الاول بطلائع الجيش، ويختم الدور الثاني ايضا بطلائع الجيش.